الحدث تناقش بساعة كاملة كيف قتل هنية بعبوة ناسفة في غرفته بقلب طهران ومن فجرها عن بعد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في هذه الساعة الكاملة من الحدث التي نناقش فيها معلومة واحدة غيرت كل المعطيات حول اغتيال إسماعيل هنية ونسفت فكرة الاغتيال بصاروخ موجه. من زرع العبوة الناسفة في غرفة نوم إسماعيل هنية في قلب طهران؟ صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن مصادر أن هنية اغتيل بعبوة ناسفة زرعت في غرفة نومه في المبنى الذي اختارته إيران له ليبيت فيه خلال زيارته لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. المبنى قيل أنه مبنى للمحاربين القدامى والذي من المفترض أن يكون مؤمنا بشكل لا ثغرة فيه. نيويورك تايمز أكدت أن العبوة الناسفة فجرت عن بعد، ما يطرح تساؤلات عدة. ما لديه الإذن للدخول لهذا المبنى وليس فقط المبنى إلى غرفة نوم هنية؟ وكيف زرع العبوة الناسفة ولم يمنعه أحد؟ كيف فجرها عن بعد؟ ولماذا لم تنشر طهران صورا للمبنى الذي وقعت فيه عملية الاغتيال؟ ما زالت المعلومات تتكشف حول طبيعة مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. فبعد الحديث عن صاروخ استهدف مقر إقامته، كشف سبع مسؤولين لصحيفة نيويورك تايمز أن عبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم هنية، هي ما أدت إلى مقتله. الصحيفة ذكرت أنه تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريبا في دار الضيافة التي تديرها وتحميها قوات الحرس الثوري، وهي جزء من مجمع كبير يعرف باسم نشأة في حي راق شمال طهران. وأضاف المسؤولون أن القنبلة تم تفجيرها عن بعد بمجرد التأكد من وجود هنية داخل غرفته في دار الضيافة، وطبعا ذلك بحسب نيويورك تايمز. وبحسب المسؤولين فإن هنية كان قد أقام في بيت الضيافة عدة مرات أثناء زيارات سابقة لطهران. في الساعات التي أعقبت عملية مقتل هنية ركزت التكهنات على الفور على احتمال أن تكون إسرائيل قد قتلته بضربة صاروخية، والتي أثارت هذه النظرية تساؤلات حول كيفية تمكن إسرائيل من التهرب من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الضربة في العاصمة. لكن الصحيفة ذكرت أن من استهدفوا هنية تمكنوا من استغلال نوع مختلف من الثغرات في دفاعات إيران، مثل ثغرة في أمن مجمع يفترض أنه محروس بإحكام والذي سمح بزراعة قنبلة وإخفائها لعدة أسابيع قبل أن يتم تفجيرها في النهاية. للمزيد معنا من نيويورك المخرج والأستاذ الجامعي الإيراني الدكتور أراش عزيزي، أهلا ومرحبا. من القاهرة أيضا ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد سمير راغب، ومن واشنطن معنا العقيد عباس داهوك المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، وأيضا ضيفنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ مع ضيفي سيد راغب بداية، ونريد أن نفهم عندما يتم الحديث عن هكذا نوع من القنابل، نريد أن نفهم كم نوع من الممكن أن يكون
قد وضع؟ الأحجام، هل هناك صعوبة فعليا لتمرير كحجم كطبيعة قنبلة تمريرها ووضعها في 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 مكان الإقامة الهنية وفقا للمعلومات؟ تحت حضرتك وضيوف الكرام، الحجم الهدف، الهدف اولا يطلق عليه سوفت تارجت، يعني هدف سهل. احنا بنتعامل على يعني انسان موجود في محيط ليس بالكبير، العبوه الانفجاريه، الموجه الانفجاريه الشظايا قادره انها تفجره كما تفجر سياره بعبوه ممكن تكون نص كيلو كيلو، يعني مش محتاجه عبوه كبيره. وخاصة أن في تطوير علم المتفجرات أصبح C4 والإنفو، المواد اللي بتوضع فيها تجعلها شديدة الانفجار وممكن حتى تعمل انصهار حتى للمعادن اللي هي زي الحديد أو النحاس أو خلافه. العبوة مش محتاجة مساحة كبيرة وممكن تكون مفخخة، يعني ممكن تكون على شكل يعني ديكور أو شكل يعني شيء ليه علاقة بتقديم الطعام أو أسفل الأسرة، مش محتاجة أنها يعني مشقة في إدخالها. الفكرة في وجود خلية نائمة نجحت في اختراق هذا الإطار الأمني أو النطاق الأمني اللي أنا مش شايف فيه نطاق أصلا. مجرد ما طبعا بيكون فيها حاجة اسمه البادئ، البادئ ده اللي بيتلقى الرسالة عشان يعمل البادئ اللي هو تريجر فيقوم يفجر المفجر، فالمفجر يفجر العبوة. ممكن تكون لاسلكية عن طريق اتصال لاسلكي، ممكن عن طريق دايرة زي دائرة الموبايل، انك مجرد ما تطلب هذا الرقم يعمل يقفل الدائرة يحصل التريجر يفجر المفجر العبوة تنفجر. يفضل حاجة إما أن يكون في من يبلغ عن توقيت وجودهم اللي هو عميل آخر أو نفس العميل اللي هيبلغ اللي هيرسل الرسالة، لأن ممكن رسالة ترسل من بلد تاني أو ممكن ترسل من المحيط نفسه. لو المحيط نفسه تبقى باللاسلكي، لو من بلد تاني ممكن عن طريق نظام الجي اس. وهذه الإعدادات لا تكشف من قبل الأجهزة الإيرانية في الحالة اللي فيها كل الثغرات دي؟ يعني لا تكشف، لأن المفروض أولا الأماكن دي بيتم تفتيشها بشكل دوري ويتم تفتيشها قبل دخول الضيف، ويتم فحص أي أجهزة بتبث أي إشعاعات إلكترومغناطيك. المفروض بتخش أطقم تشوف أي نشاط إلكترومغناطيك، اللي ممكن يكون محطوط كاميرات، ممكن يكون محطوط سيرفيلانس كاميراز. وهذه القنابل تصدر هذه الأشعة، يعني لو كان هناك عملية مسح أو تفتيش أو تفقد لكانت كشفت هذه القنبلة بأنها موضوعة. لو فيها جهاز بس، ما ممكن يبقى القنبلة نفسها فيها جهاز بس، جهاز البث ده ممكن يرسل أصوات، يعني هو الجهاز نفسه اللي هيرسل ان في ناس دخلوا، ان في اصوات داخل الاوضه. نعم. ففي الحاله، لكن لو هو هيتلقى رساله فقط بيكون باسف، يعني مش بتطلع منه اشعه، لكن بيتم تفجير يعني التفتيش على المتفجرات على الاشعه. لو في شخصيه كبيره بمستوى رئيس بيبقى في اجهزه الجامينج، اجهزه الاعاقه اللي بتمنع اي اشاره انها تفجر عن بعد، وبتعمل إعماء لكل الطيف، يعني حتى ممكن الموبايلز ما تشتغلش. لكن بس فاضل نقطة معينة صغيرة، يعني لكن ممكن يكون في موضوع مركب، إن يكون في جهاز من الموبايل سواء مع وسام وسيم أبو شعبان اللي هو الحارس اللي هو بيعمل بالجي اس ام، ان يكون في سباي وير، السباي وير دي تبلغ عن مكانهم واللوكيشن الكوردينتس بتاعتهم، فتقوم تبلغ ان هم وصلوا المكان، يبقى باخد الاشاره من موبايل وبفجر العبوه، والعبوه لا ترسل يعني اي اشارات لكن تستقبل اللي هو التريجر. طيب. الاشاره اللي هتقول له فجر سواء كانت لاسلكي من مكان قريب او بعيد او يعني من نبضة بعيدة. نعم سيد داهوك،
السيد عباس دهوك العقيد المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ربما استمعت وإيانا إلى هذه النقاط التي جيء على ذكرها سواء في الأنباء أو حتى من خلال التحليل لوجود هذه القنبلة. نريد أن نفهم، عندما يكون شخص بهذه الأهمية، شخص مطلوب مستهدف ويتم التعامل معه بهذه الطريقة من خلال أن توضع في غرفته هذه القنبلة وتفجر عن بعد، السؤال كيف يفهم ذلك؟ معناه من المسؤول فعليا كإسقاطات على هذه الحادثة عن ما حدث كونه هو في ضيافة طهران؟ Well, good afternoon and thank you for having me on your show. طبعا مساءكم وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. ما تفضل به اللواء سمير هو خيار، وقد أشار إلى الكثير من الخيارات، وهناك خيارات أخرى لعملية من هذا القبيل. المسؤولية النهاية طبعا تقل على الحراسة، حراسة هنية المخصصة من قبل قوات الأمن الإيرانية. طبعا هؤلاء هم الذين يوفرون الحماية لهنية، وعادة يكون هناك مستويان من الحماية، وهذا يتوقف على مدى أهمية هذا الهدف أو هذه الشخصية للحكومة الإيرانية، كان يكون رئيس حكومة أو رئيس دولة. وثم هنية لديه أيضا حراسه الشخصيون الذين لهم أيضا مسؤولية، فهؤلاء عليهم أن يقوموا بمتطلبات العناية الواجبة ولا يكتفوا بتأمين الغرفة من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية. ولكن أعتقد بالنسبة للصورة الكاملة فهذا يبين مدى اختراق المنظومة الأمنية الإيرانية من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، وربما هذه الغرفة قد تم زرع القنبلة فيها لفترة طويلة من الزمن، قد تكون الغرفة مستهدفة واستهدفت من قبل، ولكن هذه عملية تقليدية لعملية الاغتيال، وربما هذا بالتأكيد يتطلب استخبارات بشرية إنسانية، كان يجب أن يكون هناك عميل يؤكد دخول هنية وأنه موجود في الغرفة حتى يتم تنفيذ الهجوم وتفجير القنبلة. إذن هناك استخبارات بشرية وتقنية لتنفيذ عملية كهذه، وهي غاية في التعقيد. أيضا ضيفنا المؤرخ والأستاذ الجامعة الإيراني الدكتور آراش عزيزي. دكتور آراش، موضوع أن يتغير مكان إقامة وطبيعة التعامل مع إسماعيل هنية في هذه الزيارة، يعامل بسرية مطلقة في الزيارات السابقة وتكتم مطلق على خلاف ما حدث في زيارته الأخيرة التي اغتيل على إثرها، كيف يفهم الذهنية الإيرانية اليوم؟ هناك تهديد ووعيد، وهناك ربما الكثير من مشاعر الحزن التي تم الإعلان عنها من الجانب الإيراني، ولكن أسئلة كثيرة تطرح، لماذا تم التعامل مع إسماعيل هنية بهذه الطريقة؟ الواقع أن طهران هي مكان غير آمن للإطلاق إذا ما رغبت إسرائيل في استهدافه، وأحيانا فإن يقال بأن رجال الشرطة في إيران لا يستطيعون العمل بطريقة عادية. تفكري ما العدد الاغتيالات التي تم تنفيذها في إيران في الفترة الأخيرة، وبالتالي هناك أيضا مقتل فخري زاد العالم النووي الإيراني الذي هو كان
شخصية مهمة للغاية، لأنه كان مسؤول عن برنامج إيران النووي، والفخري زاد كان شخصية رئيسية وقتلته إسرائيل في المجمع السكني الذي كان يعيش فيه، وكان يفترض أن يكون هذا المجمع السكني غاية في السرية. في عام 2022 و2023 اعتقلت إسرائيل أشخاص داخل إيران واستجوبتهم وأفرجت عنهم في إيران أيضا. إذن إسرائيل تعمل في إيران بسهولة تامة، وليست مفاجأة أن إسرائيل استطاعت الوصول إلى هنية، ولكن هذا عار كبير بالنسبة للنظام الإيراني وأجهزة الأمن الإيرانية والتي اخترقتها إسرائيل بشكل عميق، وأستطيع أن أرى ذلك بوضوح. ثم إن إيران لم تستطع أن تقوم بأي شيء ضد إسرائيل. سعت إيران مرارا في السنوات الماضية لقتل السياح الإسرائيليين في تركيا وقبرص وفي البلدان الأفريقية، لكنها لم تنجح في ذلك، وبالتالي فهذه العملية لم تستطع إيران تنفيذها حتى في تركيا. والسبب هو أنه أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية مخترقة من قبل إسرائيل. لماذا؟ الجواب واضح، انظري إلى السجون الإيرانية. من هم في هذه السجون؟ هم النساء لم تقبل وضع الحجاب، وكذلك النقابيون ومسؤولون حكوميون السابقون، وهناك نائب وزير أيضا موجود في السجن. وبالتالي أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية تفلح في تعقب المعارضين، وفتاة في 19 من عمرها، وكذلك صحفي قام بنشر مقال عن الفساد في إيران. وقبل أيام بدأوا محاكمة شخص تحدث عن إمكانية تأكيد الحريات العامة في إيران، وبعد ذلك مباشرة تم اعتقاله. هؤلاء يفلحون في استهداف الناس العادي فقط. جئت على ذكر موضوع الاختراق الأمني الإيراني من قبل إسرائيل، بأن الأمن الإيراني مخترق، يعني هو قلة إمكانيات، ضعف وعجز في الجانب الإيراني من حيث هذه المنظومة الأمنية. وهنا تنفى بعض القراءات التي تقول بأنه قد يكون هناك بعض التعاون ما بين بعض الأطراف من الجانب الإيراني مع إسرائيل، هل هذا صحيح؟ أعتقد أو أرى أن هناك طبعا نظريات المؤامرة التي تتردد، ولا أعتقد أن هذا صحيح على مستوى القيادة، ولكن الواقع هو أن هناك اختراق كبير للأجهزة الإيرانية من قبل إسرائيل. وطبعا هناك الكثير من الأمور التي يتم كشف النقاب عنها بهذا الأمر، والشيء الواضح والحقيقة الواضحة تماما هي أن إسرائيل لديها تواجد قوي داخل إيران، لديها المعلومات الاستخباراتية، وهذا يعني أنه بالنسبة للجماعات الفلسطينية أو العربية فهي فقدت أي كل احترام لأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، وبالتالي أصبحت إيران المكان الأقل أمنا في العالم بالنسبة لإسرائيل. وفي السابق كان هناك تخوف من المشاكل في أوروبا والولايات المتحدة، ولكن هذا الخوف انتقل الآن إلى إيران. دكتور حسين، اليوم يعني الكثير من اللائمة والكثير من التساؤلات توجه
إلى إيران، سواء من حيث التعامل مع الجانب الأمني الذي كان من يجب اتخاذه تجاه إسماعيل هنية، وأيضا يعتبر أن تكون قنبلة موجودة ويتم التحكم فيها وأدخلت منذ زمن إلى هذه الغرفة، نوع من التراخي ربما ولا مبالاة، لا يعرف السبب، ولا نريد اليوم أن نقول بأنه تراخي أو غير تراخي، ولكن موقف إيران اليوم، كيف من الممكن أن تجيب إيران على كل هذه التساؤلات، كل هذه اللائمة الموجهة لها بأنه ضيفها اغتيل وبهذه الطريقة؟ تحياتي لك. أهلا الكرام. يعني في تصوري أن ما ذهبت إليه التايمز هو بعيد يعني عن الحقيقة. أولا، هناك مجمع استضافة يتكون من عدة طبقات وعشرات الشقق، ويتم التعامل فيه كما في الفنادق، يعني أي شقة هي خالية تعطى لهذا الضيف أو ذاك الضيف. من هنا ليس هناك من شقة خاصة للسيد هنية هو يقيم فيها متى جاء إلى طهران، حتى يتم تفخيخ هذه الشقة على أساس مستقبلي. هو يمكن أن يقيم في الشقة رقم 1 أو 10 أو 20 أو أي شقة من هذه الشقق، وليس هناك من تخصيص في هذه الشقق. إذا كانت الغرفة خاصة به أو الشقة، نعم هذا الكلام قد يكون يمكن البحث فيه بشكل أو بآخر. أما والموضوع هو ليس هناك من تخصيص، فأتصور أن الرواية التي تطرحها التايمز هي لا يمكن القبول بها، يعني خاصة أن هذه الشقة هو لم يقم فيها سابقا. بالمناسبة هو لم يقم بكل هذا المكان سابقا، وهذا كان واحد من التساؤلات الكثيرة التي طرحت، بأن هذا المكان لم يأته من قبل، وكان هناك أماكن أخرى ربما يكتنفها أكثر نوع من السرية، نوع من الغموض يصعب الوصول إليها، ولكن هذه المرة جيء به إلى هذا المكان الذي على ما يبدو لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايته. يعني الإجراءات يعني حسب ما يعلن كانت متخذة وبأقصى ما يمكن، باعتبار أن إسرائيل هددت أنها تريد أن تقوم باغتيال وقتل قادة حماس، وهذا ما كان يجب أن يجعل موضوع الإجراءات أكثر صرامة. نعم. وحزما وجدية أكثر من ذلك. كانت هي بهذا الشكل، يعني كان هناك نوعان من الحراسة وعدد من السيارات هي معه، مرافقة معه، حراسته الخاصة وهم من المرافقين الفلسطينيين من حركة حماس، وبعد ذلك الحراسة الثانية أو الدائرة الثانية وهي من قبل حرس الثورة الإسلامية وليس من قبل الشرطة بالمناسبة. يعني الشرطة عادة ما هي تولج بهذه المهمة، ولكن في هذا الموضوع بالذات كان الحراسة من حرس الثورة الإسلامية. من هنا أتصور تفخيخ المكان مسبقا هو سيناريو بعيد، يعني احتماله بعيد، ولكن وصول مسيرة ما، وصول صاروخ ما، يبقى هو الاحتمال الأكثر. طيب دكتور حسين، إذا كان هذا مستبعدا وأنت تقول بأنه منطقيا لا يمكن أن تكون هذه العملية تمت بهذا الشكل، لماذا حتى الساعة لم تقم إيران بنشر ما يوضح من خلال عرض المبنى الذي استهدف شكل التفجير الذي حدث، ما يسكت كل هذه التساؤلات ويجيب عليها، حتى إذا كان هناك ادعاءات وفقا لقولك أو أنه قراءات خاطئة تسكتها إيران من خلال هذه الطروح؟ لماذا تتكتم حتى الساعة وتتحفظ على هذه الصور؟ يعني صورة المكان الذي استهدف هي موجودة في الإنترنت، يعني نشرت بعد ساعات من
يعني صباح يوم أمس. كانت صورة واحدة، لا يوجد أي فيديو. واحدة صحيح. يعني كيف من الممكن أن يتم الحكم من خلالها أو قراءة إحداثيات ما جرى؟ نعم نعم، ولكن الحرس في بيانه الأول وعد بأن يكون هناك تقرير عسكري عن ما حدث وكيف تمت هذه العملية، ولحد الآن لم يصدر هذا التقرير. من هنا في تصوري أن الكثير من الإجابات يمكن الحصول عليها ولكن بعد هذا التقرير. طيب، ضيفنا السيد أراش، هنا أريد أن أعود إلى السيد أراش. يعني موضوع التقارير الصادرة من قبل الجانب الإيراني على حوادث كثيرة والردود على مواقف كثيرة دائما يكون فيها نوع من المماطلة والتأخير وربما تأجيل وترحيل وقد ينسى الموضوع. كيف نقرأ حتى الساعة فعليا عدم نشر أي فيديو يوثق ما حدث ويفسر طبيعة هذا الاغتيال، ما الذي جرى على الأرض على الأقل لرفع اللائمة عن إيران؟ دعيني أقول لك ما قاله وزير الاستخبارات الإيرانية السابق. هذا هو وزير الاستخبارات السابق، قال في مقابلة عام 2021، قال بالأساس أنه لدينا مشكلة استخباراتية كبيرة لأننا نحن لا نقوم بعمل استخباري بشكل جيد. نحن نستهدف طبعا المعارضين السياسيين والسجون مليئة بالآلاف، وما قام به الأجهزة الاستخبارية هي الزج بالمعارضين في السجون. ووزير الاستخبارات حتى أحيانا يرى بأن التهم الموجهة للشخص ليس صحيحة، والمرشد الأعلى استخدم أجهزة الأمن لحماية نظامه، وبالتالي هذه الأجهزة لا تقوم بمهامها الاستخباراتية أو الأمنية وحماية الحدود على سبيل المثال، وكذلك سيادة إيران الترابية. وبالتالي هذه القوات أصبحت فاسدة جدا. وبالتالي وبالنسبة لضيفك في طهران، قال أنه سيكون هناك تقرير يتم نشره حول هذه العملية. هل صدر التقارير من قبل مثلا بعد مقتل فخري زاد على سبيل المثال، عالم نووي يغتال في إيران ولا يصدر بشأن تقرير، ناهيك عن اغتيال قاسم سليماني، وهناك حالات عديدة أخرى مماثلة. المشكلة عميقة ونظامية تخص أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، وما لم يكن هناك تغيير جذري وجوهري في أجهزة الأمن الإيرانية فلن يحدث تغيير. ولكن هناك مشكلة، لأن هناك تركيز على الشعب الإيراني الذي نعلم أنه لا يدعم النظام وسياساته الراهنة، وبالتالي هذا مأزق. فهناك طبعا أنت تحتاجين لقوات أمن غير مسيسة وغير طبعا فصائلية لا تدعم أي طرف على طرف آخر. وأجهزة الأمن الإيرانية حتى استهدفت الرئيس روحاني الأسبق ووزراء في الحكومة، وهم طبعا يعلمون ما هي مهامهم. هؤلاء الوكلاء الأجهزة الاستخبارات يقومون باقتحام منازل الإيرانيين، حتى المسؤولين الذين يجهلون ما هي التهم الموجهة إليهم. إذن هذه مشكلة خطيرة، وعلى إيران أن تقوم بعمل جاد بشأن أجهزتها الأمنية والاستخباراتية وتوفر لهذه الأجهزة المهارات المهنية الضرورية والأساسية. وخامنئي لفترة طويلة من الزمن أحاط نفسه بهذه الأجهزة لاعتبارات الولاء ليس إلا، وبالتالي هؤلاء لا يستطيعون أن يقومون بما هو مطلوب
مطلوب منهم، وهذا يفضي إلى أجهزة استخباراتية غير مؤهلة، وهذا يطرح مشكلة عويصة على إيران حلها. سيد سمير، يعني نقاط عدة طرحها السيد داراش، الوضع العمل الاستخباراتي الإيراني ليس بجيد ويحتاج ربما الكثير، هل فعليا مستوى الأمن والاستخبارات الإيراني وصل إلى مرحلة يخترق بهذه الطريقة؟ وفي حال جواب نعم، إلى أي حد من الممكن هذا الوضع يغير نظرة من يصطفون خلف إيران ومن يعلنون الولاء والثقة بإيران وبإمكانياتها؟ الإجابة نعم. الحقيقة أنا عايز بس أرد على الدكتور حسين، فكرة التأمين هو اتكلم في جزء منها على فكرة الدائرة الأولى والدائرة الثانية، الأطقم الفلسطيني، الطقم الفلسطيني، الطقم الإيراني. نعم. في مصطلح التعقيم بيطلق على ان المكان تم تفتيشه وخالي من كل ما هو مواد غريبة او متفجرة او اجهزة بس او اجهزة سيرفيلانس او تنصت او خلافه. ده المفروض الحرس الايراني سواء كان حرس ثوري او حرس جمهوري بيسلم الطاقم الفلسطيني المكان معقم، يعني تم تفتيشه تمام. الجانب الفلسطيني يراجع على التعقيم ويحافظ على ان هذا المكان معقم. المكان ده في قاعدة عسكرية، في فندق، حتى لو المسؤول الرئاسي او الضيف في فندق بيتم ده، بيستلم الدائرة الاولى قبلها مثلا ب 48 ساعة، تبحث التعقيم وتعقم 24 ساعة. بعد كده الدائرة الثانية تستلم، بحيث لما يوصل المسؤول يكون المكان ما فيش نسبة احتمال. الدكتور حسين اتكلم في نقطة مهمة الحقيقة جوهرية، فكرة ان المكان ده ممكن يبقى اي حد. طيب ما هو ده بيدينا لنقطة اختراق اخر، ان في اختراق في موضوع التسكين. يعني في عميل وضع في غرفة ما او جناح معين، ومن قام بالتسكين سكن هنية والمرافق ليه في هذا المكان. يعني في شبكة متعاونة لإيصال هنية إلى هذه الغرفة، ليس شخص واحد، يعني ربما أطراف عدة مشتركة فيها. بالضبط، ودي أصعب لأن يعني هذا تدل على الضعف والاختراق الأمني بشكل أكبر، أليس كذلك سيد سمير؟ بشكل أكبر. يعني فكرة المتعارف عليه في تأمين الشخصيات الرئاسية تقريبا ثابت في كل الدول. يعني مش يعني ممكن دول يكون اللي بيعمل ده اسمه حرس جمهوري، حرس ملكي، حرس خاص، شركات اوت سورسنج، لكن في الأخير بيتم حتى لو حد ملياردير نازل في فندق. هذا لم يحدث، والأخطر من الموضوع ده ان يكون تم وضع اكثر من عبوة في اكثر من غرفة، بحيث لو نزل هنية في أي مكان يعني يبقى فيه معروف إن العبوة دي تاخد هي اللي هتستلم التريجر أو التوجيه. فده في منتهى الخطورة. الصور اللي سيادتك بتطلبيها مهمة جدا، لسبب الراكج أو الحطام هو اللي هيقول ده صاروخ جاي من بره ونقفل موضوع العبوة. وبالمناسبة احنا كلنا بنتكلم على اللي بتقوله نيويورك تايمز، مش فكرة إن احنا بنأكد الرواية أو بننفيها، احنا بنتكلم على اللي بيحصل. طب هو بيقول صاروخ، طب ما طلعوا الصور بالبحث، يعني بالمناظرة المبدئية حيبان هذا التفجير من الداخل، التفجير من الخارج، هذا صاروخ، هذا عبوة صغيرة، عبوة انفجارية، المادة بتتكون منها، حجم الموجة الانفجارية كان تقريبا كام، ويتقفل الموضوع ده. لكن هو اللي فاتح الموضوع هيفضل الموضوع مستمر، ان الجانب الإيراني بالبيانات الأولية حتى لو ما عندوش نظام أمني كبير، لكن أكيد عنده يعني فرق بحث جنائي، خبراء مفرقعات يقولوا لنا إيه اللي وصلوا له. لو ما قالناش الكونكلوجن المفروض يقولوا لنا إيه الكونكلوجن، يعني إن ده كان صاروخ. وفي الأخير إسماعيل هنية قتل بتقصير إيراني، سواء قتل بدرونز وعدت من الدفاع الجوي أو طائرة مجنحة أو صاروخ أو عبوة انفجارية، في الأخير ما حدث قد حدث. صحيح. والاختراق حدث ولم يؤمن هذا الشخص، فيقولوا لنا عشان كل ما يسكتوا هتطلع روايات وإحنا هنطلع نعلق عليه. سيد داهوك،
إلى أي حد من الممكن أن تبقي إيران على هذا التحفظ؟ إلى متى؟ وهل بالفعل إذا كانت رواية نيويورك تايمز بطبيعة الاستهداف أن تبقى هذه الصور يعني طي الكتمان ولا تفتح إيران عليها الباب وتبقي على روايتها بأنه صاروخ استهدف إسماعيل هنية فأودى بحياته؟ أعتقد ينبغي أن ننتظر لنرى، هناك الكثير من الحقائق. وسمعت ما قاله أراش والعقيد أو اللواء سمير. أراش تحدث عن صورة الاستراتيجية داخل إيران فيما يتعلق بالوكالات الأمنية والاستخباراتية. إيران ليس لدي أصدقاء باستثناء كوريا الشمالية وروسيا والصين وربما طرف آخر، وهذه البلدان لا تتعاون مع إيران، وبالتالي إيران ليس لديها أصدقاء، وهذا طبعا لا يساعد إيران. ثم إيران ليس لديها أصدقاء داخلين، تحدث أراش عن بعضهم، وخاصة فيما يتعلق بالإيرانيين البلوش والآذريين الذين يكرهون النظام الإيراني. يمكن يوفر معلومات للوكالات الاستخباراتية الإسرائيلية أو البريطانية أو الأمريكية. إذن على إيران تتعامل مع هذا الواقع. ثم على الصعيد تكتيكي، اللواء سامي تحدث عن تطهير الغرفة. طبعا الضيف لم يختار غرفته، ولكن واحد اختارها له، وكما قال اللواء سمير يجب تعقيم الغرفة، ثم يجب أن يكون هناك حارس يحرس الغرفة 24 ساعة في اليوم. إذن يتمأن هناك أيضا فجوات في هذا المستوى، ويبدو أن هذا يعكس ما حدث لمقتل الرئيس السابق رئيسي الذي كان يفترض أن يستقل طائرته، لكنها لم تأتي، ثم استقل طائرة مروحة أخرى، تغيرت وسيلة النقل، استقل طائرة مروحية لم تكن مخصصة لها. ثم كان هناك أيضا مسؤولون معه، وهذه الطائرة المروحية هي من صنع أمريكي، وقطعها تشترى من السوق السوداء، ويمكن أن تفخخ قطع الغيار هذه. وسقطت الطائرة المروحية، وقال الإيرانيون أن الطائرة طبعا انفجرت وليس لديها هناك أي بقايا لهذه الطائرة المروحية، وحتى الصندوق الأسود لم يتم العثور عليه، وبالتالي هناك ربما مسعى للتغطية وإخفاء معلومات، لأن ما حدث هو محرج لإيران وللقيادة الإيرانية. هذا يعكس عدم الكفاءة، وهذا يبين أن هناك ضمن النظام الإيراني من يعمل ضد النظام. هذا كل ما في الأمر. إذن أعتقد أن السلطات الإيرانية تسعى لإدارة هذا الصراع، وهي ليس لديها القدرة لشن حرب شاملة ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة. إذن هم يديرون الأزمة بتكلفة باهظة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني والاقتصاد الإيراني أيضا. دكتور حسين، سيد داهوك يتحدث بأنه هناك جوانب عدة يجب على النظام الإيراني أن يأخذها بعين الاعتبار، ومن ضمنها وربما على رأسها عدم الكفاءة. هذا هو من ضمن النظام الإيراني، لأنه من داخل هذا النظام هناك من يعمل ضده، وبالتالي تتحفظ دائما إيران على السيناريو الحقيقي وتخفيه. ما رأيك بذلك؟ يعني في تصوري اليوم مشهد تشييع الشهيد إسماعيل هنية أنه هو يجيب على الكثير مما تفضل به بعض الضيوف. أكثر من 1,000,000 شخص نزلوا في يوم الجو فيه حار، قاموا بتشييعه، وهم قد يكونون مختلفون معه مذهبيا وقوميا، ورغم ذلك هم جاءوا إلى براسيم التشييع وشاركوا لمسافة تزيد عن 10 كيلومتر.
هذا يعكس حقيقة أن يعني المجتمع في إيران. أنا لا أتحدث عن المجتمع الإيراني دكتور حسين، المجتمع الإيراني هنا نحن نتحدث عن النظام الإيراني وأن الخرق داخل النظام الإيراني، وبالتالي يعني موضوع أن يكون هناك تعاطف من قبل الشارع الإيراني مع هذه الحادثة، يعني في أي بلد ربما كان حدث هذا الحادث قد يكون الشارع متعاطف بنفس الطريقة، ولكن القصة تتمحور وعدم الكفاءة ضمن النظام الإيراني وفقا للسيد داهوك. يعني أولا إيران دولة مستهدفة وهناك ميزانيات ترصد من قبل أمريكا ومن قبل الكيان الصهيوني ومن قبل بعض الدول الأوروبية ضد إيران، ورغم ذلك يعني الوضع ليس كما وصفه. يعني مثلا اغتيال العالم فخري زاده، يعني كان هو رشاش اوتوماتيكي يعمل بالاقمار الاصطناعيه، التقرير صدر بعكس ما قال الضيف من نيويورك، وقال ان هذا الرشاش كان يعمل وان هناك صور يعني كانت تنقل عبر الاقمار، وتمت عمليه الاغتيال ضمن هذا الاطار، وخلال فتره شهر تم اعتقال المجموعة التي جاءت بهذه السيارة ووضعتها على قارعة الطريق لتقوم بهذه العملية عبر الأقمار الاصطناعية. نعم، كل التكنولوجيا الغربية تستعمل ضد النظام في إيران، ولكن هذا لا يعني أن الأنظمة الأمنية في إيران لديها مشكلة كبيرة. إيران نعم دولة مستهدفة، وإيران هي أيضا على طريق مثلا تهريب المخدرات من أفغانستان وباكستان إلى أوروبا، وكل هذه الأمور الآن تعالج من قبل الأجهزة الأمنية في الداخل الإيراني. ما أريد أن أقول، ما حدث يمكن أن يحدث في أي دولة، يعني الموضوع ليس أن إيران هي متأخرة بسبب الحصار الأمريكي، لا، يعني نعم هناك حصار ظالم أمريكي ضد إيران، نعم هناك الكثير من الأرصدة عشرات المليارات الإيرانية مجمدة بسبب القرار الأمريكي الظالم ضد إيران، ولكن هذا لا يمكن أن يكون سبباً لأن تكون الأجهزة الأمنية لا تعمل بكفاءة. يعني خلال السنتين الأخيرتين تم اكتشاف 5 شبكات تعمل لصالح الموساد، وتم محاكمتهم وعرض اعترافاتهم على التلفاز. من هنا الموضوع ليس بهذه الصورة السوداء التي يحاول البعض لأنه معارض للنظام يطرح هذه الأمور، لا، هذا الموضوع يعني يجب أن نتعامل بعلمية وبموضوعية مع الموضوع. وهنا يفرض السؤال يا دكتور حسين، عندما نتعامل بموضوعية وبتجرد، يوجد حلقات، ليست حلقة مفقودة بل حلقات، سواء في حادثة اغتيال إسماعيل هنية أو في غيرها من الحوادث السابقة، وهو ليس يعني تحاملا، نحن نطرح الفكرة ولا يوجد أجوبة عليها ولا يوجد رد من الجانب الإيراني، لا في هذه الحادثة ولا في سابقاتها، فهذا يعطي المجال أكثر للتساؤل وطرح الكثير من الأفكار بانتظار أن يكون هناك رد من الجانب الإيراني. ولكن حتى الساعة الكثير من الملفات تم طويه ولم يحكى فيه. سيد أراش، هل فعليا ما حدث يحدث في أي بلد؟ هذه الحادثة تحدث في أي بلد، وإيران وضعها الأمني جيد، وهذا كلام فقط معارضين عن إيران. طبعا انت لا 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 يمكن او تستطيعين ان لا تعولي فقط على كلامي، ولكن اسمعي لما قاله وزير الاستخبارات الايراني. اود ان اذكر ضيفك الكريم انه قبل 6 سنوات جاء عملاء الاستخبارات الاسرائيليه وطبعا قاموا بسرقه السجلات الملف النووي الايراني،
عادوا أدراجهم. كيف يمكن لهذا الأمر أن يحدث؟ هذه أرشيف نووي حساس يكون محمي جدا، ولكن أجهزة الأمن والاستخبارات لم تستطع أن تمنع ذلك. وكيف يمكن لعملاء استخبارات الأجانب أن يفعلوا ذلك؟ ثم بالنسبة لفخر زادة، هو لم يقتل وسط طهران، ولكنه قتل خارج منزله في مجمع سكني عالي الحماية الأمنية في طهران، وضيوف إيران بغض النظر عن مستواهم، هؤلاء ضيوف مهمون جدا. فما هذه الحماية الأمنية التي توفر لهم؟ وهذا ينطبق على إسماعيل هنية، وهو كان الزعيم السياسي لحركة فلسطينية، هم لم يستطيعوا توفير الحماية له. الأمر لا يتعلق بالمعارضة، وإنما المسألة مسألة الأمن في إيران، أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية غير القادرة على القيام بمهامها. وطبعا هناك أيضا تعقب للمواطنين الإيرانيين بالأساس، مثل فتاة في العشرين من العمر نشرت صورة لها بدون حجاب وتم مداهمة منزلها واعتقالها، وهذا ما يجعل أجهزة الأمن الإيرانية غير مؤهلة. إذن أنا لا أتحدث عن رأيي الشخصي، وإنما أقول لك ما قاله غيري بشأن هذا الأمر. ومسألة أخرى، هذه الحادثة التي تم فيها اعتقال مواطنين إيرانيين من قبل عملاء استخبارات إسرائيليين في إيران ثم الإفراج عنهم لاحقا، فطبعا هذا يعكس مشكلة أمنية عميقة لا يمكن حلها إلا إذا غير النظام سلوكه واهتم بمصلحة البلاد وتوقف عن استهداف الشعب الإيراني. ولا يمكن لهذا النظام أن يواصل العمل على طرد الإيرانيين للخروج من بلادهم والعيش في المنفى، ربما هو الذي عليه أن يغادر هذا البلاد، وبالتالي فهو عرضة لهذه الهجمات. وثم هناك ضغط على المواطنين للقيام بأمور لا يريدونها، يجب على النظام أن يغير هذا السلوك، ولا يمكن أن يلان مرتضى إلا إذا أجبر الإيرانيين على القيام بما يريده وهو يشهر سلاحه ضدهم. أعتقد أن هناك شخصيات في الحرس الثوري والحكومة يدركون هذا الواقع، هم يعرفون هذا الواقع تماما. سيد سمير، فعليا إذا ما استمعنا لهذا التوصيف وهذه القراءات والرأي ربما العالمي بات إلى حد ما واضح حيال إيران ووضع أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وأيضا بما يخص إمكانياتها كردود عسكرية كانت تتوعد بها ولم يرى شيء يتناسب بحجم القضايا التي توعدت من أجلها. هل اليوم هذه المرحلة باتت إيران في مرحلة مفصلية، تعتبر مفصلية محورية من حيث العجز المكشوف؟ يعني لا يوجد ما يرمم ذلك لا كلاميا ولا بالتأجيل. يعني لو كنت تريدي أن تردي، وهنا أقصد إيران، لكنت رددت، لو كان لديك جهاز استخباراتي متطور ويوازي ما لدى إسرائيل، وهنا نتحدث كونهم الطرفان ما بينهم بشكل غير مباشر أو مباشر هما المعنيان الأساسيان، هل هناك فعلا مرحلة تكشف واضحة وبالتالي ينعكس عليها قرارات ربما تتخذ سواء من جانب إسرائيل أو حتى من جانب الفصائل التي تتبع لإيران في المنطقة؟ دي رسالة الأهم في موضوع اغتيال إسماعيل هنية. الاغتيال إسماعيل هنية في هدف منه ضد أنه أحد يعني أبرز قيادة في حماس وله تاريخ مع في مواجهة إسرائيل، لكن الرسالة الأهم أن إيران حرب الظل، لدينا الكثير ولديك نقاط ضعف كثير. اسمحي لي أرد على الضيف بشكل علمي. أي جهاز مخابرات له مهام منها الأمن الوقائي،
العمليات الوقائية اللي هي بتقي من الأنشطة التعرضية للدول المعادية أو الدول الأخرى. نمسك أول بند الأفراد اللي هو جوه هذا المبنى اللي هو مبنى أوفيشيال، المفروض الأفراد دول يكونوا لديهم ولاء، لديهم أفراد مأموني الجانب، ويتم التحري المستمر عليهم، ويتم اتخاذ الإجراءات اللي تمنع حتى لو أحدهم منحرف أن ينجح في تنفيذ شيء داخل المؤسسة اللي هو في الحالة دي اللي هو الفندق أو النزل أو المكان. أمن المنشأة، أمن المنشأة عنصر رئيسي في الأمن الوقائي، إن في بوابات إلكترونية، في تفتيش الغرف، في تحري على كل من يرتدها سواء كان يعمل بداخلها أو يأتي من خارجها اللي هم اللي بيسموهم المتعهدين أو الأوت سورسنج. هذا لم يحدث. ثالث حاجة وده برضو في الأمن الوقائي اللي هو تأمين الشخصيات المهمة. الضيف يتكلم على العقوبات، الأجهزة اللي بتستخدم في التأمين بتحصل عليها حتى شركات خاصة لا تخضع لأي عقوبات. محدش هيمنع إيران إنها يبقى عندها أجهزة إكس راي أو الأجهزة اللي بتكون موجودة في المطارات. المطارات عملية التفتيش اللي بتحصل سواء للركاب أو أمتعتهم المفروض بتحصل أكثر منها في الأماكن الرئاسية لو افترضنا إن المكان ده مكان رئاسي. أبسط الأدوات، كلاب الحرب، كلاب مدربة على إنها بتدخل المكان بتشم رائحة المتفجرات أو الأجسام الغريبة وبتحدث أصوات وبتعمل يعني نوع من الإيماءات والحركات بتكشف إن هناك. المفروض المكان اللي زي كده بيتم تفتيشه بكل الوسائل. فالموضوع بيقول هل يحصل في أي حتة؟ إحنا بنتكلم على دولة بتعتبر نفسها دولة إقليمية كبيرة، ده بتعتبر نفسها دولة عالمية كبيرة وصاحبة وهنا المفارقة حقيقة. اللي حصل ده ما حصلش حتى في دولة موز، يعني في دول في أفريقيا وفي آسيا يعني دول فقيرة جدا وبتحضر فيها قمم بتحضرها رؤساء لم يحدث ذلك. موضوع الصاروخ والدرونز والإف 35 وطائرات السيادة يتهيألي ممكن يكون مهضوم. فكرة إن هو يتم استهدافه في المشاع ممكن يكون مهضوم، يعني عبوة على جانب طريق أثناء السير مهضوم. الضيف الدكتور حسين رد بحاجة أصعب، قال لك ده في روبوت وبيضرب أقمار صناعية وراح قتل فخري زاده، ده موضوع اصعب. يعني يمكن احنا كنا ناسيين الموضوع ده، الموضوع ده اصعب. ايران لابد ان تعترف انه لابد من اعاده النظر في منظومه الامن والتامين والامن الوقائي بالاضافه طبعا للدفاع الجوي والحماية السماوات. ان اخذ كلمه اخيره وتعلم تماما ما دام الصراع موجود هيكون في عمليات أخرى شبيهة. من السيد داهوك، وأعتذر على الإطالة، سيد داهوك، هل تتوقع أن يكون لدى إيران وباختصار آلية معينة ترد من خلالها وترد شيء من الاعتبار أيضا بعد الذي حدث في الاغتيال الأخير؟ نعم، إيران لديها سبل كثيرة تمكنها من الرد على عملية الاغتيال هذه، والإرادة السياسية هي التي تحسم ذلك. بالعودة إلى شهر إبريل فقامت إيران بتوجيه 300 صاروخ ومسيرة في نفس الوقت من إيران، ولديها إيران القدرة على المسرحية. نعم، ولكن قد يشارك الحوثيون في الرد، وكذلك حزب الله لربما يكون الهجوم كاسحا. ثم هناك أيضا السفارات الإسرائيلية في الخارج التي وضعت في حالة تاهب قصوى، وهناك أيضا ربما قيادات سياسية قد تستهدفها إيران.
في هذه المرحلة إيران باعتقادي تنظر في طرق الرد، والولايات المتحدة تنظر أيضا في الرد على الرد. يصعب تصور ربما سيناريو بعينه، لكن الأسوأ هو أن يكون هناك سوء تقدير من أي من الطرفين قد يفضي إلى قيام إسرائيل بالمزيد، وعندئذ ستشعر الولايات المتحدة بأنها مجبرة للدفاع عن إسرائيل. ودائما الحروب تفاجئنا، لا يمكن لنا أن نتوقع الظروف التي قد تحدث. شكرا جزيلا. من واشنطن كان معنا العقيد عباس داهوك، المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط. وأيضا الشكر لضيفنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران. وأيضا كان معنا من نيويورك المؤرخ والأستاذ الجامعي الإيراني الدكتور آراش عزيزي. شكرا جزيلا لك. والشكر أيضا لضيفنا من القاهرة الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد سمير راغب. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدين، انتهت هذه الساعة التي خصصت لموضوع الحوار حول اغتيال إسماعيل هنية. شكرا جزيلا على المتابعة، ونلتقي على رأس الساعة. اللقاء.